يا رب ان احنا نكمل مسيرتهم ونمشي بهديهم وادعيتهم بركه. يعني انتم مثل ما يقولون طبقوها وسووها دعاء سرر، ويعني الشيخ محي الدين بن عربي الصوفي قال من كانت له حاجه فليقرا الفاتحه 40 مره. قرانا الفاتحه سيدي شوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم، أحسنت. 40 مرة بعد المغرب، بعد صلاة المغرب عند الفراغ من الفرض والسنة، ولا يقوم مكاني حتى يفرغ من قراءة الفاتحة، وبعدها يسأل الله مراده فإن الله تعالى يقضيه ولا محالة، وقد جرب وجدناه نافعا، ثم يقرأ هذا الدعاء بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة، اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم، وللوالد قبل الدعاء وبعد الدعاء، الوزير النائب شيخ الطريقة الرفاعة السفياني من كراسته، إلهي علمك كاف عن السؤال، اكفني بحق الفاتحة سؤالا، وكرمك كعف على المقال الكرمي بحق الفاتحة مقالا، وحصل ما في ضميري لا يعلم السر واخفى الا الله. وهذه كراسة ابو يعقوب للمؤمن واللي يبي يتوب.